أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. اعتبارا من اليوم 23 من نيسان 2021 اكتملت شروط اللبناني المسكين للعبور إلى جهنم. فبعدما استفاق اللبنانيون على جحافل الجراد تعبر الحدود الشرقية باتجاه البقاع، عادوا فأمسوا على جريمة تهريب الكابتاجون من لبنان إلى السعودية، وقرار المملكة منع دخول الخضار والفاكهة اللبنانية إلى السعودية وعبرها إلى الخليج. فإذا كان قدوم الجراد عملا من تدبير الطبيعة يمكن مكافحته بالمبيدات، فإن الرمانات المحشوة بالكابتاجون هي من توضيب مجرمين مهما كانت جنسيتهم، اقترفوا جريمتهم بحق المملكة السعودية مرة ومرتين بحق لبنان واللبنانيين. إذن سيترتب على لبنان خسارة 24 مليون دولار هي قيمة صادراته إلى السعودية. والسؤال، بأي نوع من المبيدات يمكن مكافحة خطر هؤلاء؟ أما السؤال الأكبر يبقى، كيف ولماذا لم تتم حتى الساعة مكافحة آفة التهريب الذي لا يقتصر على تهريب السلع المدعومة باتجاه سوريا أو غيرها، بل صارت معادلته على النحو التالي: تصدير الكابتاجون لاستيراد الحصار والعزلة والجوع عليه وعلى أعدائه، إلا أن قرار الرياض بمنع دخول الخضار والفاكهة اللبنانية لا قصة رمانة ولا قلوب مليانة، وإنما تكرار استهداف المملكة عبر المنتوجات اللبنانية كما جاء في البيان، والتي وصلت حد إدخال ملايين حبوب المخدرات بدل حبات الرمان، والخوف أن تتوسع دائرة القرار السعودي لتشمل منتوجات لبنانية أخرى. فقد أكد البيان السعودي متابعة ورصد الإرساليات الأخرى الآتية من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات. ومن خارج حديث الجراد والكابتاجون، ملف القاضية غادة عون حط اليوم على قوس التفتيش القضائي، حيث استمع رئيس هيئة التفتيش إلى عون على مدى 4 ساعات، وفهم من التحقيق أن القاضية عون تقدمت بدعوى ضد مدعي عام التمييز. أما البداية فمن أزمة الرمان الملغوم إلى السعودية. قررت المملكة العربية السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل. وقد أعلنت السعودية عن إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، قد حاول المهربون إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رمان. ونشرت الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولات التهريب. سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة وفي اتصال مع تلفزيون لبنان أوضح أن القرار خذ بعدما تكرر الأمر مرارا، والسلطات المعنية ستعمل على معالجة الموضوع. نعم، لقد تبلغنا مع الأسف من السلطات السعودية القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها عن طريق لبنان، وأنا على تنسيق كامل مع وزارتي الخارجية السعودية واللبنانية لكشف ملابسات حادثة التهريب هذه التي ضبطت على الحدود السعودية، ولتقديم كامل الضمانات المطلوبة من الأجهزة الأمنية لمنع حصول أي عملية تهريب مماثلة في المستقبل، وأيضا لتفادي أن يصيب هذا القرار منتوجات أخرى، حيث أن المملكة تعد الوجهة الثانية للتصدير من لبنان. طبعا مع التجديد على أهمية الحفاظ على أفضل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة. من ناحيتها تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان قبل إعلانه ونقل الوزير شرب الوهبي الموضوع إلى كبار المسؤولين. ويهم الوزارة أن تؤكد أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وعلى السلطات اللبنانية العمل بأكثر جهود لضبط كل عمليات التهريب. لم يكن ينقص اللبنانيين سوى الجراد، فقد وصلت جحافله إلى عرسال، ومن هناك حذر وزير الزراعة من خطورة الوضع.
مساء الخميس اجتاحت أسراب من الجراد أعالي جرود عرسال الحدودية ورأس بعلبك في مناطق مرطبية خرب الداوود وأعالي الزمراني، وسط تخوف الأهالي من تمدد الجراد باتجاه السهل والبلدات البقاعية والقضاء على الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، إذ بات الجراد يشكل حالة هلع لدى المواطنين والمزارعين نسبة لكثافة الأسراب التي يتحرك فيها الجراد في هذه المناطق الحدودية على مرتفعات السلسلة الشرقية. ومتابعة للموضوع، تفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى بلدة عرسال والمناطق التي يجتاحها الجراد، وأشرف على عمل فرق وزارة الزراعة التي تعمل على مكافحة انتشاره. نعرف قد ايه مدى خطورة هذا الأمر، لذلك كان في تنبه، واليوم نحن عم نشاهد بأم العين انه وصل الجراد الى لبنان، وفعلا فينا نقول انه الوضع حرج وفي خطورة بالأمر، لأنه في ملايين الجراد وصل إلى لبنان، واليوم من نوعية الجراد كمان هي اللون الأصفر، يعني هي اللون اللي بيأشر أنه هي ناضجة جنسيا، يعني ممكن توضع بيوت. نحن تواصلنا مع وزارة الدفاع ومن أسبوع الماضي أنه نكون في تأهب، وأمننا مادة الدلتا مترين حتى تكون جاهزة، ووضعناها بمطار رياء. بدأ الطيران، انطلق من مطار رياء، ولكن بدنا تكثيف لهذه العملية، ممكن أنه تأخذ عملية الرش على مدار النهار، وبده يكون في أكثر من طيارة، لأنه فعلا الأعداد مخيفة، وبدنا نتنبه لهذا الأمر. واليوم نحن بدأنا هلأ بنقل كمان الدلتا مترين إلى البلديات في المنطقة هون، حتى إذا دخلت بين البيوت وإلى الحدائق الخاصة والبساتين اللي بالقرى، حتى تقوم البلديات كمان مدعو البلديات تجهز ستيرات حتى نبدأ بالرش عبر الستيرات اللي هي بالبلديات. وأنا بدي أقول إنه الوضع مقلق، يعني ما بيطمن. أنا هلأ بهون بأعلى نقطة ممكن تكون بجرود عرسال وجرود رأس بعلبك، الوضع فعلا مخيف. مشهد الجراد، كثافة الجراد، الأسراب القادمة ما بتطمن، لذلك نحن موجودين هون، حنبقى هون نحن وفرق وزارة الزراعة لنواكب العملية. في هذا الوقت باشرت طوافات الجيش اللبناني بالتنسيق مع فرق وزارة الزراعة برش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك لمكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها. وكانت وزارة الزراعة قد دعت في بيان مربي النحل في جرود عرسال والمناطق المجاورة إلى اتخاذ تدابيرهم السريعة بتحييد قفران النحل وتغطيتها لحمايتها من عمليات الرش الواسعة، كما أعطى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة توجيهاته لمكافحة وصول أسراب الجراد. بعد إحالتها إلى التفتيش القضائي، مثلث القاضية غادة عون اليوم أمام أو ملف القاضي عفوا غادة عون اليوم أمام رئيس هيئة التفتيش القاضي بركان سعد للاستماع لأقوالها حول المخالفات المنسوبة إليها. على مدى 4 ساعات مثلت القاضية غادة عون أمام رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد على أثر 23 شكوى مقدمة بحقها. الجلسة انتهت بتقديم شكوى من قبل عون ضد مدعي عام التمييز لمخالفته القانون بالتعميم الذي أصدره حول توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية. القضايا التي يعني تسأل فيها القاضي غادة عون كثيرة ومتشعبة، أبرزها مثل ما قلت لك هو عدم الامتثال لقرارات مجلس القضاء الأعلى، عدم الالتزام بتعميم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي سحب الملفات المالية منها وهي أصرت على المضي فيها، في قضايا أخرى بتتعلق بمواقف سياسية يقال أنه اتخذتها القاضي غادة عون، ويعني تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون الحصول على أذن مسبق بهذه الأمور. ميشيل مكتف تقدم بدعوة بتتعلق بكسر وخلع ومصادرة يعني معدات من مكاتبه، وهذه يعني بترتب عليها جرم جزائي. الجرم الجزائي ليس أمام التفتيش القضائي، الجرم الجزائي قدام النيابة العامة التمييزية. لم تحدد النيابة العامة التمييزية بعد جلسة بهذا الموضوع. هذا الاستجواب لا يترتب عليه أي إيقاف لعمل عون، الأمر الذي يضعه في إطار تسويوي بحسب الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف ضياء. لو استدعيت من قبل الهيئة كهيئة التفتيش تصبح القاضي عون ملزمة
تعليق عمله إلى أن ينتهي التحقيقات. ارتأى القاضي بركان سعد أن يستدعي هو شخصيا بحيث لا يرتب هذا الاستدعاء وهذا الاستجواب أي يعني إيقاف له عن عمله، أقل في الملفات التي تركت بعهدتها من قبل مدعي عام التمييز. وبالتالي أنا أعتقد أنه هو يعني قرار تسوي إلى حد ما، بحيث أن لا تكسر القاضي غادة عون اليوم بهذا الاستدعاء وهذا الاستجواب، وأن لا يهزم القضاء. نتيجة التحقيقات هذه تخضع لتقييم ودراسة من قبل القاضي سعد، وبناء عليه ترفع توصية إلى مجلس التأديب وربما إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يقرر نوع العقوبة. وإذا كان هناك ثمة اقتراح لتعليق عمل القاضي عون فهذا يحتاج إلى تشاور مع وزيرة العدل التي من شأنها أن تتخذ هي القرار. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى في تصريح على تويتر أنه إذا كانت صفقة القرن الأولى توقفت مرحليا نتيجة تغيير الإدارة الأمريكية ومصيرها صوت واحد، فإن صفقة قرن ثانية تلوح في الأفق توازي الأولى في خطورتها في تدمير لبنان وأسس وجوده الاقتصادية والمالية والثقافية. تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم بصورة فجائية عمليات المداهمة على مراكز بيع الإسمنت في عدد من المناطق اللبنانية في محافظة الجنوب وصولا إلى حصبية بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة. وقد دقق الوزير حب الله بمدى التزام التجار بالبيع بالأسعار الرسمية وبتسليمه المادة للزبائن دون تخبئتها أو بثمنها، وتم تصدير محاضر ضبط بحق المخالفين. وقد جدد حب الله دعوته للالتزام بالسعر الرسمي. سجل أعداد كورونا اليوم 33 وفاة و1504 إصابات جديدة، ونقيب الأطباء حذر من أن لبنان يواجه المرحلة الرابعة من المتحورات ويجب الحذر. أهلا بكم، نواصل نشرتنا من تلفزيون لبنان. بعد رفض أنطوان صحناوي المثول أمام القضاء هل تستكمل التحقيقات بقضية تحويل مصرف أسوسيتي جنرال الأموال إلى الخارج؟ بعد المحاولات العديدة للقاضية غادة عون باقتحام مكتب مكتف للصيرفة، كثرت التساؤلات عن دور مصرف السوسيتي جنرال بتحويل الأموال إلى الخارج، خصوصا أن القاضية عون أصدرت قبل أسابيع قليلة بلاغ بحث وتحر بحق أنطوان السحناوي بعد تخلفه عن حضور الجلسة المخصصة للاستماع إليه في ملف شراء الدولار وشحنه إلى خارج لبنان. ومن يتابع التطورات الأخيرة على صعيد عالم المال والمصارف سرعان ما يكشف ارتباط اسم أنطوان صحناوي بملف شحن الدولارات إلى الخارج، حيث تشير معلومات إلى احتمال تورطه بشبهات تبييض أموال وشراء الدولار لصالح مصرف لبنان الذي كان يزود مصرف الأس جي بي إل بالعملة اللبنانية بكميات خيالية مقابل العمل على شراء الدولارات من السوق. أما خليل صحناوي فتشير معلومات منذ العام 2018 عن تورطه بملف خطر مرتبط بأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان وتسليم داتا الدولة اللبنانية إلى جهات خارجية وقرصنة مواقع إلكترونية عائدة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والحصول على معلومات سرية يجب أن تبقى مكتومة حفاظا على سلامة الدولة وعلى اختراق البريد الإلكتروني الخاص برؤساء وضباط في هذه الأجهزة وسرقة قاعدة البيانات العائدة لهم وللمؤسسات الأمنية. كل هذه المعلومات تسأل عن دور الصحناوي بتحويل الأموال إلى خارج لبنان بعد 17 تشرين وعن دور القضاء بمتابعة هذا الملف إذا ما استمر أنطوان صحناوي بالتخلف عن حضور جلسات الاستماع، وهل تقدم القاضية غادة عون على اقتحام مكاتب مصرف الأس جي بي إل كما فعلت بمكاتب مكتف للصيرفة؟ في بعبدة رئيس الجمهورية استقبل عبد الصمد وسفير الأوروغواي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزيرة الإعلام منال عبد الصمد آخر المستجدات على الساحة الداخلية، إضافة إلى شؤون الواقع الإعلامي في لبنان والمشاريع التي تقوم بها الوزارة في مجال تطوير العمل الإعلامي وتنمية المهارات الإعلامية. وتم تطرق خلال اللقاء إلى قانون الإعلام، حيث أشارت عبد الصمد إلى أن هذا القانون أصبح اليوم في مراحله النهائية أمام لجنة الإدارة والعدل على أن يعرض قريبا على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو من شأنه أن يساهم في حفظ حقوق الإعلاميين ويقدم العديد من الأحكام التي تنظم القطاع الإعلامي. حكينا أيضا ببعض المشاريع اللي عم نقوم فيها بوزارة الإعلام، وأبرزها هي قبول هبة حاليا من الإينا فرانس اللي هي مركز الأرشيف لأرشفة ومكننة أرشيف وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، وهيدي خطوة رائدة وبتدل على الثقة يلي عم نحظى فيها من الدول الصديقة للبنان من خلال أكيد مشاريع رائدة وجدية اللي عم نتعاطى فيها مع هيدي المشاريع. وأيضا حكينا عن مرصد إعلامي عم نشتغل عليه وزارة الإعلام لحتى يكون كمان هو منبر للتقارير الموضوعية اللي بتحلل كمان واقع الإعلام وبتحلل أيضا كل الأمور يلي من الضروري أن نسلط الضوء عليها ونعطي توصيات فيها. وهناك أيضا أنه الإعلام كمان شددنا على أهميته ودوره، ووصلنا يعني أخيرا وصلنا للمرحلة النهائية فيه، ونحن أمام لجنة الإدارة والعدل بمراحله النهائية. وردا على سؤال عن ملاحقة المخرج شرب الخليل وتطويق مجموعة من قوى الأمن الداخلي لمنزله ودور وزارة الإعلام في هذا الإطار، أنا إذا بتلاحظوا عم بكون دوري هو بشكل مش بس بالخطابات والاستنكار وغيره وتسجيل موقف كلامي، أنا عم بكون دوري من خلال التنسيق مع الجهات المعنية مباشرة، وأنا عملت العديد من الاتصالات يا أما للاستنكار حول بعض الأمور اللي صارت والتجاوزات اللي صارت بحق الإعلاميين. وأنا كمان اليوم زيارتي لرئيس الجمهورية هي بشكل أساسي لهذا الموضوع. الرئيس عون استقبل سفير الأوروغواي في لبنان ريكاردو ناريو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان. اندلع حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين في المنيا، قضى على مساحة واسعة من الخيام، وسارعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، وقد سجلت وفاة لطفل فضلا عن إصابة عدد من النازحين بحروق بسيطة. وفيما لم تحدد أسباب الحريق بعد، حضرت القوى الأمنية إلى المكان لتحقيق في الأمر. في القدس المحتلة أسفرت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية ليلة الخميس الجمعة عن سقوط أكثر من 100 جريح، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا ونقل نحو 20 منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت 20 جريحا في صفوفها واعتقلت 50 شخصا خلال الاشتباكات. أعلنت منظمة SOS ميديتراني غير الحكومية في بيان أنه بعد ساعات من البحث تحقق أسوأ المخاوف، فقد تمكن طاقم سفينة أوشن فايكينج من مشاهدة الأثار المدمرة التي خلفها غرق قارب مطاطي شمال شرق طرابلس الليبية. ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها بدأت في إعادة القوات من القرم إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في تدريبات عسكرية، وكانت روسيا أعلنت أنها أتمت تفتيشا طارئا على تدريبات عسكرية في جنوبها وغربها. جهود مستميتة للعثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة ومخاوف من نفاذ الأكسجين. جابت طائرات وسفن الإنقاذ البحر شمال بالي، حيث وصلت عملية البحث عن غواصة إندونيسية مفقودة على متنها 53 من أفراد الطاقم إلى مرحلة عصيبة بسبب قرب نفاذ إمدادات الأكسجين، فيما تجمع أهالي أفراد الطاقم في بالي للوقوف على آخر المعطيات، وغادرت المزيد من سفن البحرية قاعدة بانيوانجي الإندونيسية في وقت مبكر متجهة إلى بحر بالي، حيث انقطع الاتصال مع الغواصة كرينانغالا 400
أو اثنين خلال تدريبات. وقال الرئيس جوكو ويدودو إن الأولوية الرئيسية هي سلامة أفراد الطاقم، ودعا إلى بذل كل الجهود للعثور على الغواصة المفقودة الموضوعة في الخدمة منذ 44 عاما. وقال مسؤولون إن إمدادات الأكسجين في الغواصة التي سمح بإبحارها وقيل إنها في حالة جيدة ستكفي حتى غدا السبت فقط. وذكر مسؤول عسكري أن قائد أسطول الغواصات الإندونيسي من بين 4 أشخاص على متن الغواصة ليسوا من أفراد الطاقم العاديين. وفقا لوزارة الدفاع فقد شيدت الغواصة التي تزن 1395 طنا في ألمانيا في العام 1977 وانضمت للأسطول الإندونيسي في العام 1981 وخضعت لصيانة استغرقت عامين انتهت في العام 2012 في كوريا الجنوبية. في الهند متحور جديد وتسجيل ارتفاع قياسي عالمي في إصابة كورونا ونظام الصحي الهندي يتداعى. سجلت الهند الجمعة أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، فتجاوزت 330 ألفا بينما يكافح النظام الصحي المنهك لاستيعاب المصابين ومواجهة حوادث متكررة. وقفزت الوفيات بالوباء في الساعات الماضية بمستوى قياسي، حيث قالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل أكثر من 2270 وفاة، في حين حذر المسؤولون في شمال وغرب البلاد بما في ذلك العاصمة نيودلهي من أن معظم المستشفيات أصبحت ممتلئة وتواجه خطر نفاد الأكسجين بعدما بدأ وضع المصابين على عربات نقالة مشتركة لشخصين أو وضعهم أرضا وحتى في سياراتهم. وجاءت الزيادة في الحالات بينما اندلع حريق هو الثاني خلال أقل من شهر في مستشفى بإحدى ضواحي مومباي يعالج مرضى كوفيد-19 وأودح بحياة 13 شخصا في أحدث حادثة تتعرض له منشأة مكتظة بالمصابين بكورونا في الهند. وبدأت الهند وهي منتج رئيسي للقاحات حملة تطعيم، لكن لم يتلقى اللقاح حتى الآن سوى نسبة ضئيلة من السكان. وأعلنت السلطات أن اللقاحات ستكون متاحة لجميع من تتجاوز أعمارهم 18 عاما بدءا من الأول من أيار المقبل، لكن خبراء يقولون إنه لا يوجد ما يكفي لتلقيح الأشخاص المؤهلين وعددهم نحو 600 مليون. احتشد عشرات الآلاف في ساحة الأمة في عاصمة تشاد لتشييع جثمان الرئيس الراحل إدريس ديبي الذي قتل بنيران المتمردين على الحدود الليبية قبل أيام. وقد شارك في التشييع قادة عدد من البلاد، وكانت كلمة لافتة للحليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تقود فرنسا عملية برخان ضد الإسلاميين المتطرفين من تشاد. أعلنت نيابة فرساي أن رجلا قتل بالسكين شرطية في مركز شرطة رامبوي على بعد 60 كيلومترا من باريس قبل توقيفه وإصابته بالرصاص على أيدي شرطيين. وقال مصدر في الشرطة الفرنسية أن المشتبه فيه بقتل الشرطية الفرنسية بالسكين قتل وهو تونسي. ماذا في الرياضة مع داني حرب؟ أقام نادي الحكمة الرياضي بيروت حفل إفطار على شرف لاعبي فريقه لكرة القدم في الأشرفية احتفالا بسعود الفريق إلى الدرجة الأولى بحضور رئيس مجلس أمناء النادي دولة الرئيس غسان حصباني ورئيس النادي إلي حشوشي وأعضاء لجنة كرة القدم والأجهزة الطبية والفنية والإدارية لفريق كرة القدم واللاعبين. قال رئيس الدوري الإسباني لكرة القدم خافيار تيباس إن الدوري الأوروبي الممتاز مات بدون دعم الفرق في إنجلترا وألمانيا، ودعا أكبر الأندية إلى تقليص إنفاقها لمواجهة مشاكلها المالية الحالية. وأضاف تيباس إن الأندية التي أصيبت بالشلل المالي تحتاج فقط للسيطرة على أجورها ورسوم الانتقالات. قال مارك إنجلوند رئيس فريق بريطانيا الأولمبي إنه من المرجح أن يتعرض الرياضيون البريطانيون للقاحات كوفيد-19 قبل التوجه إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية. وأضافت الجمعية الأولمبية البريطانية إن الرياضيين لم يقفزوا فوق العاملين الصحيين وكبار السن والضعفاء، لكنهم انتظروا دورهم كما فعل آخرين غيرهم. وقد حصل حوالي نصف السكان البريطانيين على جرعة واحدة على الأقل، وقالت الحكومة إنها تخطط لتطعيم جميع البالغين بحلول تموز قبل بدء الألعاب الأولمبية في 23 منه. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة، وإلى الملتقى في 11:30 من هذا المساء. إلى اللقاء.